مرحب فيكم مشاهدينا في حلقتنا لليوم من برنامج جذور مقدسية. تعالوا معنا في جولتنا في مخيم الدهاشة لنتعرف احنا وياكم على قصة احد اللاجئين المعمرين، وهو شاهد على نكبة قرية بيت عطاب المهجرة. عمرك يا حاج اليوم 98 سنة، الله يطول في عمرك. ما قبل التهجير كان عمرك 28 عام، احكي لنا كيف كانت القرى من حولكم وكيف كانت الحياة قضاء القدس. الناس بقوا الموجودين في القرى مش زي الناس اليوم، بقى فيهم ثقة وفيهم إنسانية وفيهم معروف وفيهم شرف وفيهم كرامة. كل القرى اللي كانت موجودة حواليا كان فيهم قراء مجراش، ديربان، دير الهوى، اشوى، عرتو، راس ابو عمار، واد فوشين، القبو، حسان، الخضر. كانت الناس كلها مستوى واحد، حتى لو صار مشاكل في البلد يرجعوا لاهل بلدنا ويحلوها. كانت كل المناطق مفتوحه بعض، كلها عايشه زي بعض على مستوى واحد. بعدين بكى الفقير عايش زي المبسوط. كان في رحمه وفي عالم يعني ينفقوا على الناس الفقراء. كانوا كلهم فلاحين يزرعوا الارض ويكلعوا، وعندهم حلال وعندهم جمال وعندهم خيل وعندهم حمير وعندهم بغال يحملوا عليهم، لان كانت السيارات في فلسطين معدومه، السينمات كانت معدومه، المراسح كانت معدومة. في عصر العثمانيين بقوا ناكلوا على عربيات من الميناء، من غزة ومن يافا على اللد وحطوا في القطارات. غزة ويافا واللد قلب اسطنبول، كان بالمدينة المنورة، قلب العراق، قلب سوريا، قلب لبنان، قلب الحجاز، قلب القدس، قلب مصر، وكانوا ناكلوا على عربيات. أهل القرى كانوا فلاحين يزرعوا ويقلعوا قمح وإذرة وشعير. في بلدنا بقى أرض بستان 100 دلم في أربع عيون، منها بنت نوح والتنور وبير الملش وعين الرماني. هذا الواد كان يزرع من جميع الأثمار، بعيد عن البلد 100 في ساعة عن البلد. أرض البلد 22,000 دلم أرض بيت عطاب. عزبة كنت عايش فيها، عزبة كنت عايش فيها، ولي أهل ولي قرايب وحمامي وإخوالي وسيادي بقوا عندي حواليا. في الوقت الحاضر ما فيش حوالي حدا، كلهم راحوا على عمان وش على السعوديه وش راح على الخليج. اوصف لي اياها، كيف كانت بيت عطاب زمان؟ بيت عطاب بنت قلعه مبنيه كلها مع بعض، في الها باب تدخل من الباب هذا تدخل في باب ثاني في جوا العقد، وتخش بتلف العقود كل البلد، وبترجع من وين؟ من الباب هذا تطلع، فيش الك منفذ، تطلع من هذا الباب منها. بعدين بناها العرض بتاعها، الحيطان بتاعتها 2.5 متر العرض، وبرا حجر وجوه حجر، والدكة بشيد طار إلها من عصر صلاح الدين مبنية، من عصر صلاح الدين. بعدين كل إشي إلها مضبط.
بعدين بلد تكفيها بتشوف البحر، بواخف فيها اللي نظر ناصح بقى يشوف البواخر في المياه. المغرب لما تضوي يافا سواحل البحر الكهرباء وغزة تشوفها منها، مش قدامها أعلى منها وبعدين مكشوف قدامها. لما تضوي يافا وواد حنين وعيون قارة جيران السواحل البحر غزة تشوف كل الضوء على الساحل، على ساحل البحر منها. وبعدين تكف عليها في النهار خط الرمل الابيض اللي على البحر بتشوفها منها، خط الرمل اللي بيجيبوه يبنوا فيهان، خط رمل هذا طوله 2 كيلو، سوافي رمل حمراء. تكف في بلدنا بك تشوفها الصبح قدام مع الشمس، تشوفها قدام الموج. خيرات الله كانت في هذيك الأرض، ما كنا عايشين بعز، بقى عندنا مشمش مستكاوي وخوخ وسنتروزة وتين وصبر وعنب ورمان وتفاح، ثلاث أشكال التفاح، هيا في تفاح بنوشر فيها التفاح، تفاح عن أمه، إيش حنزور حبتة صغيرة وش سكري وش كور الصبر، التفاح المشمش الخروب ولا أحلى منه. بقينا نلقط القرون ونعملوهن يدرسون على الدرداس الحجر ويعملوهن خبيصة وصيروا طوله منهم يوش. كان في شجر خروب كتير بالبلد؟ ولا 2000 شجرة خروب فيها. الله أطلع على حاله، الله أطلع على حاله في الجبال. بعدين البلوط ولا وشو ألوف البلوط فيها. لو بتزور القرية اليوم شو بتحب تشوف فيها؟ بحب أشوف كل شيء فيها، بحب اشوف كل شيء فيها. بكى فيها عنب، عنب لا يرتش ولا شيء. راح هشام على البلد مع الصحفيه، ابن ابنك، ابن ابني الله يسهل عليه ويجيبه بالسلامه. راح على البلد اذا توقف في تينا موجوده لحد الان، زرعت حياه ستي في على جنب النبعه وزرع عليها داليا على جنبها 20 سنة، والداليا فارشة على التينة وعليها عنب حاملة، والله جاب لي منها قطب بس حصرهم جابها مش مستوي. والله في تينة عند النبعة تينها بشهي حبتها الكد بيضية، بكدرتها ستي هذول لحد نبعة المية موجودين لليوم، موجودات لليوم. أنا بتمنى لو إلي حيلة أروح وأجيب قصة من هذه التينة وأزرعها، لأن أنا أكلت منها كثير. بعدين العنب لا بكينا الرش ولا إيش، العنب في الوقت الحي مزيف يا أختي، بفتش على كل إشي شفته فيها قبل ما أطلع. دير الهوى بيت عطاب علار بيت نتيف زكريا جلاش دربان كلهم رحلوا مع بعض فيهم، حملوا كلهم طلعوا. انا طيحت الغنم لقيت اهلي ساكنين في رطاس، بعد 3 ايام لقيتهم في رطاس. بالفعل كل 4 5 عيال ساكنين في دار، لأن في محلات شحن.
الجامع في رطاس اجيت لقيته مليان، طلعت 6 عيال فيه. بعدين رجعنا للحياه. الحياه صارت معانا تعيشها يعني ما فيش. انظرت اذا انكسروا اليهود اروح على بيت عطاب مشي منها لان هي قريبه ابو ساعتين، هذه واحده. الثانيه اللي زيي انا زرعت ارض في السهل بيت ارض خضر الرمله، زرعت شجر. لما زرعت الشجر في 67 سمحوا اليهود اروح عليها، رحت عليها عشان احكي لك قديش انا محروق. في تينه كبيره وانا موجع التينه، حسبي الله وانت مات الوقت، وانا موجع التينه واحد شلخ منها جذع. شو بقول وانا موجع التينه؟ بقول منعوا الامه على ابوه اللي شال جذع التين، ليش شو الى عند التينه؟ لأن عزت علي وأنا زرعتها بإيدي. لما وصلت التينة وطحت تحتها ونزلت على الجرن وطلعت على الدار وعلى دار الغنم وعلى الحوش وأكفيت عنها، كنت سبيت على الناس ليش أنا قاعد تحتها وشل منها تين. هذه نقطة. اللي إلى أرض وإلى ملك وبك عايش هني ما يعرفش إيش يشتريه، محروق بدن على أرضه على داره. واللي ملش وطلع هان وراح على السعوديه وراح على الخليج وانبسط، مش سائل عن البلاد يرجع عليها. اما امثالي اصحاب الاملاك بيشحدوا قاعدين، شحدوا والله ما هم وجه الشحده. بحبها كثير، بحلم فيها ليل ونهار، في بيت عطاب وفي بيت فار بحلم فيها ليل ونهار. أنا بشتري كيلو الزعتر بـ40 شيكل مفروش، بينما رحت من الساعة 8 إلى 10 عبيت 4 شوالات زعتر من الأرض بتاعتي. أنا حزنان وبحلم ليل ونهار في الأرض وفي القلع وفي الشجر وفي الأعشاب اللي بقيت أشيلها من الأرض. لحد الآن فيش أكل بكرة ما بستثمرش فيه.